اهلا بكم مشاهدينا من جديد. مشاهدينا في اكتوبر دائما نركز طبعا على الموضوع الاساسي الطبي وهو سرطان الثدي. الحمد لله بحسب طبعا بعض القراءات ان نسبه الوعي والوقايه من هذا المرض ارتفعت، لكن الى الان متحسنه طبعا على مستوى العالم، لكن الى الان لم تصل للمستوى المطلوب. ليه؟ لان هذا المرض تحديدا سرطان الثدي ممكن السيطره عليه اذا تم الكشف في سن مبكره. اليوم مشاهدينا مع ضيفتنا وفقرتنا الاخيره بنتكلم عن اهميه طبعا التوعيه بالفحص المبكر وبسرطان الثدي. ضيفتنا في الاستوديو هي الاستاذه امل الشيباني المحاضره في التعليم الطبي. مساء الخير، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. بدايه دائما نتكلم على يعني مفهوم التوعيه وانها ممكن تكون يعني خلينا نقول انها فعليا تشافي من المرض بشكل كبير، لكن كمصطلح طبي ايش هي التوعيه؟ لوين وصلنا في التوعيه الان؟ هل فعلا بحسب القراءات اننا لا نزال متاخرين على مستوى العالم؟ للاسف نعم، احنا متاخرين بالنسبه للدول الثانيه وخاصه بالسرطان، بتوعيه بسرطان الثدي، رغم ان في جهود كثيره بالمملكه وجمعيات كثيره يعني تشارك في التوعيه بالتشخيص المبكر سرطان الثدي، بس لسه عندنا الخوف والتردد في الكشف. الخوف والتردد بالكشف هي الأسباب الرئيسية أو في أسباب ثانية مثلا؟ وليه عادة يكون في خوف وتردد دائما تتكرر هذه يعني هذان السببان؟ خوف أنه يكون يعني المشكلة أن المعلومة أن مو أي ورم بالثدي هو خبيث. عرفتي؟ يعني كثير غالبا حالات يكون حميد. فالتشخيص المبكر أهميته أنه لو اكتشف سرطان الثدي في حالة مبكرة في نسبة شفاء بإذن الله تعالى 97%. 97%، وهذه نسبة عالية جدا يعني. أكيد في خطوات لفحص سرطان الثدي، تعرفين على هذه الخطوات؟ أي نعم، في عدة خطوات ولكل سن في خطوات لازم يتبعونها، جدا سهلة. من سن 20 المرأة مفروض تبدأ تفحص، تعمل الفحص الذاتي لنفسها لمنطقة الثدي. هذا يتم شهريا بعد الدورة الشهرية بثلاث إلى خمس أيام. نعم، تعمل الفحص هذا. هذا الفحص ما ياخذ ولا ثلاث أربع خمس دقائق من وقتها، فتخيلي خمس دقائق بالشهر يعني ما يعتبر شيء. يعني غير كذا في أنه توقف أمام المراية وتناظر بالمراية وهي تناظر يعني على منطقة الثدي إذا في تغييرات يعني أي تغييرات، أي تورم، أي ذمور لا سمح الله بالحلمة نفسها، أي طفح جلدي، على طول المفروض تراجع. فيوم تتعود المرأة على الشيء هذا تصير هي تعرف التغيرات اللي لو صار في تغيرات بمنطقة الثدي يعني الثدي نفسه. كان عندنا تساؤل يعني حاليا مين الأكثر وعي، الأمهات هم اللي وعوا بناتهم أو العكس؟ يعني يفترض أن الأم هي اللي تنتبه وتوعي بناتها لهذا الإجراء الوقائي، لكن نحس هذا النقطة حسب قراءات وطبعا معلومات عندك انها مفقوده نوعا ما. اي نعم، اتوقع مفقوده، بس انا حابه اكمل عن اكمل عن الفحص الذاتي، التشخيص المبكر واهميته، على اساس كل مرأة او كل ام تشاهدنا اليوم تعرف اهميه الشيء هذا، ويعني تحرص على بنتها انها تبدا من السن هذا، من أهمية التشخيص. طب خلنا نركز على هذا الموضوع، تفضلي. بعد اللي حكينا عن الخطوتين اللي حكينا عنها، طبعا من سن 20 المفروض كل 3 سنين تبدا يعني تزور الطبيب، حتى لو ما تعاني من اي شيء، الطبيب او طبيبه. كل متى تكون هذه الزياره؟ كل 3 سنين دوريه، يعني كل 3 سنين انه تفحص الثدي تشوف الطبيبة وتشوف لو في أي تغييرات، تسألها يعني الأسئلة اللي يعني روتينية عن الروتينية أو الروتين تشيك أب أو البلد تيست. بعدين في السن 40 المفروض يكون
أول ماموغرام للمرأة. ماموغرام فعليا إشاعة الماموغرام. أوكي. تنعمل من بين 40 إلى 50 كل سنتين. بعدين من سن 50 سنويا. سنويا. لكن إذا سيدة خلال مثلا في سن الأربعين وخلال الفحص الدوري شعرت بتغيير يفترض مباشرة أكيد. ما تعتمد على آخر أو الماموغرام اللي سوته يعني أكيد. أكيد نعم. غير أنه المرأة اللي في عائلتها مثلا من ناحية الأم طبعا هو وراثة وراثي طبعا مو كل الحالات وراثية بس في عامل وراثي ويكون من جانب الأم طبعا ناحية الأم يعني لو الخالة أو أم السيدة هذه أو الجدة قد أصيبت بسرطان الثدي المفروض تبدأ إشاعة الماموغرام من سن 35 من 35 إيوة. في حالة الأم أو الجدة أو ممكن إذا في أحد من قبل الجدة أيوة بس طبعا ناحية الأبو ما هي مرتبطة أبدا نهائيا ما لها دخل من ناحية الوراثة من ناحية الوراثة طبعا أستاذ ماني عارف في يعني كثير مفاهيم خاطئة عن سرطان الثدي أو عن المرض ويمكن هذا اللي مثل ما ذكرنا في البداية يؤدي إلى الخوف يعني شيء أكثر المفاهيم الخاطئة المنتشرة أوكي مثلا خلال ورشات العمل اللي سويتها والمحاضرات اللي سويتها يجوا كثير من النساء يسألوني يعني يعتقدوا بعضهم أنه مثلا السنتيانة السنتيانة نفسها لو فيها حديد أو شيء أنه ممكن تسبب سرطان الثدي يعني سرطان الثدي فيجوا يسألوا مثلا أو لو أثناء النوم مثلا إحنا ننام بالسنتيانة هل هذا ممكن يؤدي للسرطان يعني يسمعوا أنه هذا يؤدي لا طبعا صحيح هذا من الأقوال الشائعة مشاهدينا هذا ما له دخل نهائيا طبعا بإصابة سرطان الثدي غير أنه المزيل العرق يعني كثير يقولوا لا منتشرة بشكل العرق كبير هذا لا وكذا لا لو في توصيات استعمل النوع الفلاني ترى ما يأثر هو ما في الاعتقاد بالكامل خاطئ أستاذة أمل بالضبط هذه الحاجتين خاطئة تماما ابدا ما له علاقة لان البعض تكلم عن وجود مادة القصدير اعتقد في الديودرنت او في مزيل العرق وان لها علاقة بس ما يعني حتى في سيدات ما يستعملوا ديودرنت يستعملوا حاجات طبيعية ما في يعني ما في دليل او دراسات يعني اكيدة عملت في هذا الشيء طب ايش في كمان مفاهيم خاطئة هي الحاجتين هذه هي اهميتها انه التشخيص المبكر التشخيص المبكر حابة أشرح بعد كيف المرأة ممكن تسوي الفحص الذاتي للثدي كيف ممكن تسوي الفحص الذاتي نعم تفضلي تستخدم الثلاث الأصابع الأصابع بطن الأصبع نفسها تضغط على الثدي أوكي. بشكل دائري وبعدين ما أدري لو يوجهوا الكاميرا شوي خلينا نرفع يدنا يعني نتخيل إن خلينا نأشر على الصفحة أوكي. اوكي كذا طبعا الثدي هذا في فور كوادرنتس اوكي اربعه فور كوادرنتس اوكي عشان يتاكدوا انه غطوا منطقه الثدي كامله بالكامل. اوكي يكون الفحص بهذه الطريقه يضغطوا بطن الاصبع اوكي صابع وبعدين تحرك هذه الاصبع هذا وتسحب هذا من غير ما اشيل يدي ما ارفعها لا وترجع تسوي نفس طب ليه ما أرفع بشكل دائري لأن لو سويتي عشوائي بهذه الطريقة ممكن في مناطق ما لمستيها أو فحصتيها طب عندي سؤال هي المنطقة يعني عفوا منطقة الثدي فقط منطقة الثدي ولا يعني كمان منطقة تحت الإبط طبعا ممتدة تحت الإبط تسحب إيدها على الإبط وأيضا ما تنسى الحلمة لازم تضغط عليها للآخر لأنه للأسف أحياناً في أورام توجد خلف الحلمة. بالنسبة للفحص مثل ما ذكرتي يفترض يكون بشكل دوري بعد شهرياً من سن العشرين. لكن يعني في بعض البنات مثلاً أنا في حالة مرت علي كانت متخوفة جداً جداً لأن كان عندها مثل هو في النهاية طلع أكياس دهنية يعني لكن حالة الاكتئاب اللي مرت فيها قبل الفحص أو أخذ العينة كانت غريبة جدا ليه دائما هو طبعا أكيد مرض خطير ربي يحفظ الكل لكن ليه دائما ربطينا بالله أي تغير في الجسم في الثدي تحديدا إن خلاص هذا سرطان لهالدرجة عندنا خوف منه أو الأقاويل الخاطئة أو الاعتقادات الخاطئة أعتقد أنه
الأقاويل أو الاعتقادات الخاطئة لها دخل. طبعا كلمة سرطان أكيد يعني مخيفة لأي أحد، بس هو التشخيص المبكر والوحدة مفروض يعني تتفائل، لأن النفسية جدا مهمة. كيف يعني تأثر النفسية؟ جدا مهمة. يعني في ناجئات كثيرين من سرطان الثدي أعرفهم، ما شاء الله تبارك الله، يعني مصحات متعافيات وتشافوا من المرض لأن نفسيتهم كانت إيجابية، استمروا بالعلاج وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. يعني الإيجابية في كل شيء يعني مهمة صراحة. أكيد أكيد طبعا، مثل ما ذكرتي أستاذة أمل، الإيجابية أو الابتعاد عن الاعتقادات الخاطئة، ما نقرأ قراءات عشوائية، يفترض يكون لها مصادر محددة، حتى الدراسات العلمية يفترض نتأكد من مصادرها، ودائما أكد أن التفاؤل، حب الحياة، والاعتقاد بأن الغد إن شاء الله بيكون أفضل، هو طبعا واحد من أهم وسائل النجاح والشفاء من هذا المرض، ربي يحفظ الجميع. الأستاذة أمل الشيباني، محاضرة في التعليم الطبي، شكرا جزيلا على حضورك، وشكرا طبعا على كل المجهودات اللي تقوم فيها أنت والكثير من السيدات لخدمة ومساعدات مساعدة مريضات الله السرطان. الله يعطيك العافية. حابة بس أزيد شيء واحد بس، أرجع أكرر، مفروض يكون لايف ستايل من سن 20 شهريا تفحص نفسها، من سن 40 كل سنتين أشعة الماموغرام، ومن سن 50 وفوق سنويا. غير أنه أسبوع اللي فات افتتح مركز تشخيص مبكر لسرطان الثدي في حياة مول. جميل. أكيد الأغلبية لسه ما يعرفوا المعلومة هذه، وهو مجانا افتتح من قبل وزارة الصحة، فأي سيدة ممكن تروح تتجه للعيادات التشخيص المبكر اللي موجودة في حياة مول، وإن شاء الله مستقبلا بيفتحوا في بانوراما مول إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا على هذه المعلومة. مشاهدينا حفظنا الدرس، خلاص لازم بشكل دوري ومستمر هذا لايف ستايل، أو خلينا نقول نمط حياة أو روتين، إن من سن 20 السيدة تجري هذا الفحص، لأن في مريضات في السرطان واستضفناهم من قبل كان عمرهم أقل من 20 سنة. مشاهدينا ربي يحفظكم جميعا من الأمراض، وطبعا أكيد مشاهدينا غدا يوم جديد، فقرات دائما متنوعة هنا في سيدتي، في أمان الله.